الفوركس أو سوق العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالي في العالم، ولكن كيف يمكنك تداوله؟ إليك 6 خطوات لكي تبدأ بتداول هذا السوق. أولاً، تداول الفوركس عبر العقود الفرقية. العقود الفرقية هي عبارة عن مشتقات مالية تسمح لك بالمضاربة على أسعار أزواج الفوركس من دون امتلاك العملات الأساسية. توفر لك هذه العقود مرونة في البيع أو الشراء، ما يعني إمكانية تداولك للأسواق في حالة الهبوط أو تلك في حالة الارتفاع. ويمكنك فتح صفقة بيع أو شراء عبر إيداع صغير يعرف بالهامش، والذي يوفر لك تعرضاً أكبر مقابل السوق. تذكر أن ذلك قد يضاعف أي أرباح وقد يضاعف أيضاً خسائرك. تعلم كيفية عمل سوق الفوركس. يتوجب تخصيص الوقت الكافي لفهم آلية عمل سوق الفوركس من خلال السوق الموازية عبر شبكة من البنوك، وليس من خلال بورصة مركزية، واستيعاب كيفية عمل الأسعار ومتى من المحتمل أن تتحرك. فتح حساب مع IG يمكنك من التداول من دون التزام بالتمويل إلى حين الرغبة بالبدء في التداول. يمكنك أيضا فتح حساب تجريبي للتمرس على التداول باستخدام $10,000 كرصيد افتراضي. قم ببناء خطة تداول. تساعدك الخطة على اتخاذ قرارات أفضل تحت الضغوط، لأنها تحدد تداولك المثالي والأرباح المرغوبة والخسارة المقبولة واستراتيجيات إدارة المخاطر. بعد ذلك، قم باختيار منصتك لتداول الفوركس مع IG. بإمكانك التداول عبر منصة التداول على الويب والتطبيقات الحائزة على جوائز وميتا تريدر 4 ومنصات متقدمة مثل L2 ديلر. أخيراً، عندما تكون جاهزاً، قم بفتح صفقتك الأولى. قم بتحديد السوق الذي اخترته وانقر على شراء إذا كنت ترغب بالشراء أو بيع إذا كنت ترغب بالبيع. تذكر أن تتأكد جيداً من حجم مركزك، وقم بإضافة أوامر وقف خسارة وجني أرباح بغية إدارة المخاطر. ومجرد أن يتم فتح صفقتك، بإمكانك مراقبتها وأغلاقها من خلال المنصة التي اخترتها. لتعلم المزيد عن تداول العقود الفرقية، اشترك في IG.